قبرت. عندي ثقة في الله، هي مبادرة تهنئة من اخواتنا الاحباط لينا كلنا وليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يا رب ينعاد علينا جميعا بالخير. الاغنية جات لي في وقت قياسي جدا وما تعبتش لحظة ان انا اعملها لانها جميلة وحبيتها وحسيتها قريبة مني وكلامها حتى لمس قلبي قوي. ان شاء الله هي المفروض هتنزل اول يوم رمضان، وهي رسالة مننا بنأدي فيها وظيفتنا وواجبنا كفنانين، وبنقول ان الفن مش بس ان احنا نغني ونلحن ونقول كلام، لا هو ليه رسالة ومضمون احنا عايزين نوصله، وهيوصل ان شاء الله بالاغنية دي على اخر الوقت. يا رب خير. احنا بهاني كل جمهوري وجمهور كفرادزي والأمة العربية كلها بحلول شهر رمضان الكريم. يا رب ينعاد عليكم كلكم بالخير، وما تنسوش تتجمعوا لان شهر رمضان احنا عايزين نرجع رمضان بتاع زمان اللي كنا بنتجمع فيه وبنقرب من بعض فيه، وكان مشهور بشهر اللمة وشهر العبادة وشهر التقرب. اتمنى نرجع ده السنة دي، وما تنسوش نتجمع في المطبخ. في المطبخ فاكرة عشان الطبخة شاطرة جدا، و مسيري هعمل لكم طبخه كده واقدمها لكم على الهوا، بس مش دلوقتي في رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. قبرت، اقوى موقع فني في مصر.